أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من شخص يقول عن الرماة الذين كانوا في غزوة أحد وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنهم خونة، فكيف التعامل مع صاحب هذه المقولة؟ هذا هو الخائن اللي تكلم في الصحابة، هذا هو الخائن والعياذ بالله. ولا يجوز التكلم في الصحابة والبحث فيما حصل منهم، لأن الله رضي عنهم وعفى عنهم وأثنى عليهم، فلا يجوز للإنسان أن يتلمس الأخطاء لهم رضي الله عنهم. الواجب أنه يتلمس أخطاءه هو وعثراته هو، ويبحث في عيوبه. ما يجوز لك تبحث في عيوب الناس غير الصحابة، فكيف تبحث في عيوب الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم.